السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دوما أخوكم عبد الجبار النوبلي في سلسلة أعشاب بلادي، والآن في الصحراء. والمرة الماضية تحدثت عن شجرة العلندة، وكان بعض التعليق هو أنها الرتم. الآن أقف أمام شجرة الرتم. هذه شجرة الرتم أو الرتمة، لها عدة أسماء، واختلاف الأسماء من مكان لمكان لا يهمني، لكن اللي يهمنا هو شكل النبات والعشبة. هذه الرتمة، الرتمة رغم أن ما زلنا في الأبحاث عنها ودراستها، هي مفيدة جدا، مفيدة جدا. هذه الرتمة اللي يراها الكثير بوضوح، تختلف في أغصانها وفي ورقها وفي بذرتها وفي زهرها. لها عندها للأسف قد تأخرنا قليلا عن الازهرار، عندها زهرة ما شاء الله جميلة جدا، وتحبها ويحبها النحل. الرتم من فوائدها وبعض الفوائد التي أذكرها في هذه العجالة أنها جيدة لمن يعاني من دقات القلب، من يعاني من دقات القلب السريعة، السريعة هي تنظم دقات القلب. هي كذلك جيدة لجهاز البولي، سواء كان نساء أو رجال، تعصر البول أو سلس البول. هي جيدة كذلك لضغط الدم، جيدة لرحم النساء من تعاني من الماء أو تعاني من مشاكل الالتهابات أو تعضيل ضيق الرحم. هي كذلك، هذه بعض معلومات الرتم في السريع. هذه شجرة الرتم تختلف تماما تماما على العلندة، ورغم أنهم موجودين في نفس المكان. الحمد لله الآن أنا موجود في مكان فيه الرتم وفيه العلندة، فيه العلندة. العلندة انظر، هذا اختلاف كامل في اللون، في شكل الأوراق. أوراق العلندة مفصلية، مفصلية هذه. وللأسف الآن أنا أقف بنا في شجرة العلندة ليس لها زهور، وزهورها تنبت بين وقت ازهرار العلندة. والنبات مثل الإنسان، يختلف من مكان لمكان. الصوفي ليس كالعاصم، ليس كالأضرار، ليس في شكله وفي كلامه. كذلك العلندة لنا مفصلية، وأغصانها خشنة وورقها خشنة، لكن علندة الشمال تجد أوراقها رقيقة جدا جدا. كذلك أقف أمام اللبينة، هي شجرة كذلك سامة وتستعمل بحذر، وسنتحدث عنها في وقت آخر. هي اللبينة سميت لأن فيها الحليب، هذا الحليب هو مفيد إلى الثلول وعين الحوتة، مشاكل اليد. هي جيدا يضع على مكان الثلول، هو خطير لو يوضع على العين، يقال تضر العين أو تعميها، يفقد البصر. هذه كثيرة من الأشياء التي قال لي عن الرعي الآن، قال أن شجرة العلندة أنها مفيدة، يأكلها الغنم بشراحة، وهذا دليل، لأني بكثير من الأشياء ما يأكله الحيوان كذلك يفيد ولا يضر الإنسان. معظم لا أقول الكل ولا أجزم، لكن معظم النباتات التي تأكلها الحيوانات خصوصا الغنم مفيد للإنسان. ما دام العلندة تأكلها الحيوانات ولا تضرها بإذن الله، فإنها لن تضر الإنسان، ولكن رغم ذلك يستعمل بحذر. بين قوسين فقط أنا أقدم معلومات لإخواني، لست طبيبا ولا غير، لكن محب للأعشاب، ولست أدعي الكمال، رغم لو لا يأتي، لعل يأتيني أحد بعشبة بسيطة لا أعرفها، لا أدعي الكمال في ذلك، لكنني محب للأعشاب، باحث الأعشاب لي سنوات كثيرة. أقدم معلومات ولا ننقص من الطب شيء، بل الطب فوق رؤوسنا، ليس الطبيب الذي درس وقرأ سنين نأتي نحن بعشبة نقول هذا لا. ولذلك أحترم الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا وينفعنا. وهذه بعض المعلومات البسيطة الموجودة التي في عقلي الآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.